معروف عن الأنبياء كلهم عليهم السلام وعن الأولياء أنهم يحرصون على قلة الأكل، أي بحيث لا تنضر أجسادهم، لأن قلة الأكل المؤدية إلى ضرر الجسم حرام، أما القدر الذي لا يؤدي إلى ضرر الجسم فهو محمود عند الله. هذه سيرة الأنبياء والصالحين في أممهم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان من أكبر العاملين بهذه الخصلة الشريفة. كان يقول عليه الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. فقوله صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات، يعني لا تتجاوز العشرة. لقيمات هذا جمع قلة، جمع القلة يعني ما دون الأحد عشر، العشرة فما دونها. قال عليه الصلاة والسلام بحسب ابن آدم لقيمات يقدن صلبه، أي تحفظه من سقوط قوته. فإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي كان يحض على تقليل الأكل وكان هو من أكبر العاملين بهذه الخصلة الشريفة. وهذا الحديث: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، هذا حديث صحيح رواه الترمذي. وتقليل الأكل يا أحبابنا خير للدين والدنيا. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بتقليل الأكل. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمر عليه الشهر والشهران ولا يوقد في بيته نار. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمضي عليه الشهر والشهران ولا يوجد في بيته شيء ساخن، تمر وماء، تمر وماء، تمر وماء. الله أكبر. أحبابنا الكرام، الذي يكون همه الأكل والشرب واللباس لا يكون في الآخرة من أهل الدرجات العلى. واعلموا أن تربية الولد على تقليل الأكل هذا ما يحبه الله. وفي الختام أسأل الله تعالى أن يحسن أحوالنا وأن يلطف بنا في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.